دي متابعي قناة وطن دبليو تي في، أهلا وسهلا بكم. حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. اليوم حلقتنا مخصصة حول تردي الواقع الصحي في البصرة الذي يعكس واقع الصحة بصورة عامة في المحافظة. هتعرف على هواية التفاصيل من خلال ضيوفي راح يشاركوني الحديث. بداية أرحب بوجود الصافي المواطن من محافظة البصرة، حياك الله وجود. أهلا وسهلا بحضرتك. قطع. نعم، للأسف الواقع الصحي ننصدم فترة بعد أخرى بترديه، رغم طموحنا بتحسن هذا الواقع، لكن الحقيقة غير هذا الشيء، أو نقول الحقيقة مرة بتردي الواقع الصحي يوم بعد يوم للأسوأ. حياك الله وجود. حياك الله 600 أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، حياك الله 100 هلبيك. نعم. وجود اليوم انت كمواطن بصري يمكن شفت اللوعه من الصحه بالبصره ونقص الخدمات، شنو اللي دا يصير بصحه البصره؟ والله ست صحه البصره ماكو صحه، يعني اذا نفضل نقول ماكو صحه، يعني من نقول ماكو صحه ماكو صحه. ست انا تدرون بي انا احد المتضررين من الامراض السرطانيه. نعم. انا عندي 8 اصابات سرطانيه ببيتي. 8 اصابات ببيتي. 11 حالة أصابة سرطان بشارعنا، 11 حالة سرطان. أما كعموميتي فوق ال 35، والحبل على جبارستي، وإحنا يوميا عندنا إصابات. يعني 11 حالة إصابة بمرض السرطان بشارع واحد و8 إصابات ببيت بشارع واحد؟ بشارع واحد، وطلعت أنا طلعت لجان وكشف، وإجت البيئة وسووا فحوصات، وأكثر تلوثات هي بالهواء. زين. زين ست احنا انتوا باي منطقة قاعدين بالبصرة؟ انا من اهل القرنة، من شمال البصرة، من اهل القرنة. نعم. طبعا التلوثات من الهواء اكيد من الحقول النفطية، وقامت تزداد هاي الحالات الاصابات، قامت تزداد ليمتى؟ من اجت الشركات الاجنبية وزايدت الانتاج النفط. بس وجود يعني 8 حالات ببيت واحد، يعني هاي معناتها كارثة، يعني التلوث قد نسبة 100%، يعني 8 حالات ببيت واحد، يعني الله يعينك، شلون تعالجهم؟ شلون توفر لهم العلاجات؟ مصيبة هاي. والله ما ظلت، لا ظلت عندنا بيوت، لا ظلت عندنا فلوس، لا ظلت عندنا مصيبة. ناشدنا الناس الخيرة، ناشدنا ما خلينا مكان ما ناشدنا به، ماكو نتيجة. ست خلينا نعطيك وحدة، فقرة وحدة. أنا أسباب الأمراض السرطانية عندنا بالقرنة بالذات بشمال البصرة هي جاي يعني بالتلوثات النفط. نعم. وقامت تزداد النسب عندنا، قامت تزداد ويا الشركات، ايش ما جاي يزيد الإنتاج يزود نسب الإصابات. زين. ست راجعنا مديرية النفط وعلى مود منحة، ما نريد احنا تعويضات، منحة طالبناهم بمنحة إنه يعالجونا الوضعية ما عنده. ست تدرين ايش يعطوني؟ أنا أخذت لي 20 معاملة، وافقوا لي على 10 من عندهم، يعطوني 300، يقولوا لي عود تنعاد عليك كل سنة 300,000 للشخص الواحد. زين ست أنا بالشهر أراجع 300,000 بالسنة الوحدة؟ 300,000 بالسنة الوحدة. ست أنا بالشهر أراجع شو تكفي؟ شو تعالج هاي ال 300؟ يعني هاي نقطة في بحر الأدوية والعلاجات والأكل الخاص والمراجعات. أنا المراجعة الوحدة تكلفني فوق ال 300، المراجعة الوحدة، وأنا بالشهر أراجع 3 مرات و4 مرات. وينطوك 300، يعني 300 تكفيك مراجعة مرة واحدة؟ هي هاي مرة واحدة اعطوني اياها ترى ست، هاي مرة واحدة، هي مرة واحدة اعطوني اياها. ما معطيني ازيد يعني، مو معطيني اياها سنويا، لا هاي أول مرة استلمها. و 300,000. ب 300,000، زين تحاكيهم على المنافع الاجتماعية، ست إذا تحكي بمنافع اجتماعية معناتها أنت قلبت الدنيا، أنت دخلت ب بتشوه سمعة، شوهت سمعة القضاء. ست المنافع الاجتماعية جاي تروح، أنا تلوثني الشركات أصاب من الشركات بأسباب الشركات الأجنبية والنفط. أنا المنافع الاجتماعية تروح للسبويس وتبليط، غير جيبوا لي علاجات. أنا مستشفى بالقرنة ما عندي، أنت غير توفر لي مستشفى، ردها تورام. أنا 80 كيلو ست ترى، 80 كيلو أجي من القرنة للبصرة أضرب كيمياوي.
يعني ما عندكم 80,000. مركز خاص للعلاج من السرطان او الكشف عنه داخل لا لا قضاء لا القمنة؟ ست، ما عندنا، لا 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 ما ماكو، عندنا. تقطعون مسافة لا 80 لا كيلو في سبيل انه تتعالجون او تروحون تكشفون على هذا المرض؟ اضرب كيمياوي، والمريض انت تدرين بيه ست، اذا انصاب وصل للكيمياوي، الكيمياوي يعني الانسان بعد جسمه ما يتحمل. انا اكيد احتار شلون اوصل هاي ال 80 كيلو. انا والدتي كنت اجيبها على بطانيه اجيبها للتعليم، اضربها كيمياوي، هو طريق ضربها كيمياوي خلاص لا 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 لا، وتوفت وراحت والدتي. اي يعني والله 80 توفت. كيلو مسافة جدا يعني بعيدة عنكم قضاء يا أهل ريت القرنة، والله ست، يعني ليش معاناة، اليوم ويا أنتم ريت ما تستاهلون بناء مستشفى بظل هاي الأمراض المنتشرة وهذا أخطر ست مرض هو مستشفى يعتبر عام، يعني، مستشفى عام وستة ما ما عندنا احنا، يستهان والله بيها؟ صدق. زين وين دور الصحة؟ عندها علم بهذا الموضوع؟ تدري اليوم مش قد الإصابات بقضاء القرنة؟ ليش ما مخصصة ست مستشفى؟ ألف ليش ما ألف مخصصة إصابة مكان هسه، احنا للكشف عن وعدونا هذا بقطع المرض؟ الأراضي، ست وعدونا بقطع الأراضي، احنا مو الأراضي نريد نسكن بيها، احنا نريد نبيعها ونعالج القطع الأراضي على أساس وعدونا بيهم صار لها سنة السيد المحافظ، وعدنا بقطع الأراضي والكتب تمشي، يعني لو ناشط يمشيهن، لو مثل إنسان عادي يروح يركض بالكتب، ما مو الدولة جاي تمشي بيهن. أنا القطع الأراضي أرد أبيعها، أرد أعالج بيها. تدرين أنا إيش قد الأعداد اللي عندي بالقرنة؟ عندي ألف، ألف وكسور ست إصابة، يعني المتوفي 500 تقريبا أو فوق ال 500، و500 عندي جاي يتعالجون 500، وشلون أعالجهم أنا؟ شمال البصرة زين ها وجود، كيف يعني بس القرنة؟ اذا انت عندك 8 اشخاص يعني حتى اذا ينطق قطعه يعني شو تكفي كم شخص تعالج بيها؟ ليش ايش قد سعرها اليوم حتى تقدر انت تعالج ال8 اشخاص اللي عندك بالبيت؟ بمصيبة والله العظيم بمصيبة، جاي وصار لي سنة جاي، يعني ما خليت لا يعني أنا قلت واحد من عندهم أستاذ علاء الرماحي اللي يوميا قايمين عليه دعوة، هو ناشط، أنا لجوئي إلي أنا كمواطن هسه، أنا ما هو ناشط، أنا مطالب بحق أهلي، أنا مواطن جاي طالب حق أهلي، أركض العلاء الرماحي وحسين الشحماني والولد يجيبوا لي علاجات تاليتها النوبه يوميا بدعوه. زين اروح انا اروح للبيت يطالب لي بعلاج، لو يروح لي اروح للمحكمه يجيب لي علاج بالسجون، يوميا بالسجن. زين هو مواطن جاي يناشدكم، احنا ناشده وهو جاي يوصل صوتنا، هم يوميا ذابينا بالسجن. زين اروح للسجن انا يسوي لي مثل يطلب لي علاج يجيب لي علاج؟ والله ما ادري ست، احتارينا بصحة البصرة وشون راح نعالج الأمور. زين ليش اليوم الشخص اللي يساعد المواطنين وينقل صوتهم ومظلوميتهم اليوم تصير عليه دعاوى كيدية ومشاكل يتعرض لها، تهديدات وغيرها من الأمور؟ يعني هاي اليوم مكان ما صحة بابل أو عفوا صحة البصرة اليوم تجازيه، تدز عليه تقول له تعال، وين هاي اليوم الأخطاء اللي موجودة بالمستشفى ممكن احنا نقدر نتعاون نعالجها، انطينا الحالات اليوم اللي مصابة تقيم عليها دعوة؟ ست ثقي بالله، ثقي بالله، انا مواطن، ما هو قلت لك ما هو ناشط يعني ومثل علاء الرماحي وحسين وحسام العتابي والولد وعلاء البخاطري، احنا ذول احنا كنطالب بحقوقنا نروح نلجأ لهم. والله العظيم ست احنا قاموا علينا دعاوي، لان نقول انه هيك مستشفى عندنا، يعني مستشفى القرنه صار لي سنه احكي بيها هسه غرقت، وشفت الوضعيه مالت النكبه مال المستشفى مالت القرنه، وهي من 2013 هي عندهم كتاب من المستشفى انه غير صالحه للعمل. بنطالبهم يرفعون علينا دعاوي ست، مو بس ناشطين، حتى احنا يعني احنا كمبتدئين بالنشاط من ضيمنا احنا، يعني احنا ما صرنا ناشطين، احنا من ضيمنا يعني جاي مكان نحكي. ما الصحة بالبصرة فالحة بإقامة الدعاوي، روحي حلي أو عالجي مشكلة نقص الخدمات اللي أنت موفرتها بالمستشفيات. يعني اليوم أنا اللي أوفر خدمة مكان ما العالم تنتقدني، خلي أقدم لهم خدمة إنسانية في سبيل اليوم هاي العالم اللي دا تموت بسبب هاي الأمراض المنتشرة والمستشرية، أبني لهم مستشفى على أقل تقدير، ما راح تخسرون شيء يعني، وما شاء الله الصحة إمكانياتها عالية وموازناتها يعني كبيرة ضمن موازنات يعني بالسنوات السابقة، فشنو الحجة اليوم أنتم ما تبنون مستشفى للعالم تتعالج، تقطعون مسافة 80 كيلو متر في سبيل يتعالج؟ زين هو مريض وياخذ كيمياوي، احتمال بهاي المسافة حتى إذا هو اكو أمل يشفى ويتعالج احتمال يموت. زين فيا صحة البصرة، بالطريق هلا هلا اليوم بالمواطن البصري، ما توعدنا ابنوا بالطريق، المستشفيات، عالجوا الوضع الصحي، بمكان اليوم ما تقيمون دعاوى على الناس
عالجوا المشاكل اللي انتم مقصرين بها تجاه المواطن. ست والله العظيم عندنا ناس ماتت بحوادث هي مريضه بالامراض السرطانيه جايين للعلاجات توفوا بحوادث السيارات. هاي وحده، اثنين الست هو الناشط واللي داعي، شنو يريد؟ هو يوضح لكم مكان الخلل، يقول لكم هذا خلل، من تسوونه؟ طبعا احنا نبوس ايدينا ورجلينا انه موجودين عندنا ناشطين وجاي يطالبوننا، يعني اذا بلياهم احنا شلون؟ احنا لو ما هم ترى ماكو، احنا علاجات ماكو، والله ثق بالله يطبون للردهه مال العمليات وعندهم نقص بالمواد مالتهم للدكاتره، وبصاله العمليات ونروح نجيب لهم علاجات ونجيب لهم شغلات للعمليه، ثق بالله. يعني عجيب والله الامور، يعني بمكان اليوم ما يدزون على الشخص اللي ينتقد خدمه او يطلع على وسائل الاعلام يوضح، احتمال المسؤول اليوم غافل مشغول بامور ثانيه، احتمال المستشارين اللي عنده ما يوصلوا يعني الصوره بشكل صحيح. انا اليوم اقيم عليهم دعوه على اي اساس؟ وليش اقيم اصلا عليهم دعوه؟ ادز على المواطن، ادز على الناشط، يابا تعال شنو الحاله السلبيه اللي شفتها؟ تعال انا وياك نحلها. اخذ المواطن، اخذ الناشط، اتوجه للمستشفى، اشوف كلامه صحيح، كلامه غير صحيح، في حال انه طلع كلام غير صحيح انا يعني اقدر اقيم عليه دعوه، زين اذا اني كلامه صحيح، خدمات ماكو، نقص بالاجهزه، نقص بالكوادر الصحيه، فيعني من حق المواطن يطلع وينتقد، اذا انا اليوم مريضه اروح للمستشفى كل شيء ما القى علاج، يمكن هذا الباراسيتول اليوم ما موجود، ما متوفر. فيعني ليش ما اعتب واطلع بوسائل الاعلام احكي؟ هو مو تشهير، لا بالعكس، انا اليوم من حقي كمواطن. لا تشهير، هذا وجع اوجاع. كل مستشفيات دول العالم متوفر بها العلاج والاجهزه والكوادر الصحيه، تقول كانها مستشفى اهليه، لكن اليوم اذا تجي على مستشفياتنا الحكوميه شنو اللي متوفر بها؟ ستة شفتي ايش؟ السرنجه ما متوفره. اي دولة مقابل المستشفى صيدليات، اي مستشفى معناتها ليش الصيدليات انوجدت امام المستشفيات؟ ليش؟ غير ماكو علاجات هاي الصيدليات من تفتح الاهلية مقابل المستشفى شنو معناتها؟ معناتها ماكو علاج، اخذ من الصيدلية، هذا واضح. زين ست انت شفتي مدير صحة البصرة وصل للقرنة، هاي فترة البقاء بالمركز هذا وبالكرسي هذا، وصل المستشفى القرنة غير مرتين ثلاثة، ليش؟ جاي يعاني من الطريق. محافظ البصرة وصل للقرنة ليش؟ لأن يعاني من الطريق. زين المريض شلون يوصل؟ هذه الألف زين وجود يعني من غرقة مستشفيات البصرة ما اجى مسؤول من الصحة شاف وضعها؟ ست والله العظيم دق ورقص، ما ادري يعني ايش اقول لك، يعني انتم شفتوا الحالة اللي وصلنا لها، واحنا قلت لك من 2013 انه الكتاب المستشفى انه غير صحيح. لا يعني من غرقة المستشفيات صحيح. يعني ما اجى مسؤول من الصحة عقب اللي موجودين بيها، شاف شنو المشكلة؟ لا ست وين اكو عقاب؟ شو يسوي ست؟ شو يسوي؟ هي مستشفى متردية، يعني هي منتهية، ماكو مستشفى، هي مستشفى بس يصرفون عليها ترميم، فلوس الترميم هسه بيها فلوس المستشفى ست والله. انت ست شايفت لك هسه المنظومه مال الاطفاء مال الحريق، هسه لو تشوفين سعرها والله قالوا لي بما حفظت تشكل سعر خيالي، منظومه بمستشفى منتهيه. ليش هاي المصروفات؟ الكتاب اللي قبل فتره ظهر اللي تصليح المفراس مال المستشفى القرنه مبلغ خيالي، يعني انتم مترتبون وتلزقون بمستشفى باليه منتهيه. وليش يا صالحه ما عندهم امكانيه يجيبون واحد جديد؟ مو ماكو، ما حد يسمعنا وما حد يجاوبك، ما حد يجاوبك، انت غير تريدك هسه من تحكي وتوصل. هسه احنا مو احنا كمواطنين نولي ناشطين، احنا نوصل اصواتنا للناشطين، غير ترد علي وتجاوبه وتقول له يا فلان لان هيك عندنا مشكله، ماكو فلوس بالبلد هذا اللي فور فلوس، غرب القرنه واحد واثنين ومجنون كلها للقرنه ست، وهي ماكو يعني والله العظيم تجي للبلديه ماكو تجي انت تدرين احنا قي مقاميه بالقرنه ما عندنا قي مقام صار لنا فتره طويله، ما عندنا قي مقام ست، وبالثغر مخلينا على القرنه ما عندنا قي مقام، ليش؟ القرنه هاي اللي جابت الاسعد عيدان 22,000 ما عدا الى الخاص، ماكو ما حد ذكرها، القرنه ما موجوده، يعني ما بيها ناس تخلوهم قي مقام، قي مقام يشد روحه يركض هو على الثغر ويجي على القرنه ويركض لبغداد ويركض للمحافظه، شو يريد يصير؟ زين القرنه صغيره، هاي الاقضيه والنواحي بيها صغيره ست، احنا حدائق ما عندنا، نريد بويا ست ها حدائق
البلديه يابا يزرعون لنا الحدائق، الحدائق بوي تخفف لنا من الدخان والتلوث. ماكو فايده، التمر الصحي جاي يجيبون من التمر الصحي ست هاي ولو خارج يجيبون من الحقول، تمر صحي يجيبون من الحقول نفايات يذبونها بالتمر الصحي، التمر الصحي تحترق ما عندهم سيطره عليه، وبيها شهود واكو كتب يجيبون من التمر الصحي ويذبون بالتمر الصحي وتحترق يم البيوت. وتلوثات ما اقول لك بالقرنه شنو، والله العظيم يعني راح نسودن. انا يوميه تجيني يعني وانا قاعد انصاب ابن عمك، انصابت خالتك، مات ابن عمك، بنت عمك انصابت، هاي بالثدي، هاي بالمعده، هاي والله العظيم راح نسودن. لا 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 انا سودنت، والله انا سودنت، انا ما ظل عندي عقل. زين وين موقف وزاره البيئه؟ شنو الموقف تجاههم؟ بس احنا عتبنا على الصحه، زين البيئه شنو دورها؟ والله ست ماكو، والله العظيم ما موجوده، ما لهم كل دور، دوائر بس صرف فلوس وموظفين، تريد لك موظف يشتغل بصوره صحيحه ماكو. يا رب احنا كل ما نتوظف على مود خلينا نشتغل هيك، يا رب ما اتوظف، انا ما هو موظف، ست انا ما موظف ولا عندي واحد اخو بموظف، تو عندي واحد تعين بالكهرباء. وهذه الحاله وهاي الاصابات وهاي السرطان وهاي التلوثات هسه انصابوا وانصابوا. ليش احنا ما متعينين؟ ايش عجب يعني؟ عندكم خريجين وما متعينين؟ ما عندنا لا عندنا حقول وشركات نفطيه بالقرنه ولا عندنا دوائر بالقرنه ضالين. ما البلد ما عنده ست امكانيه يعيننا. ليش مو انتم باغنى محافظه؟ ما ست احنا اغنى قضاء بالبصره وبالعراق. بس المشتكى لله، احنا ما نريد التعيينات، نريد تخفف ست. انا خايف على جهالي، انا عندي 5 جهال، باكر من ينصابون بعد وين اطي وجهي؟ انا بعد ما ظل عندنا حيل، ما ظلت عندنا امكانيه. جهالنا وين تروح؟ زين اذا يوميه التلوثات، ايش ما يزيد النفط يزيد التلوثات. ناشدنا وزير النفط، ناشدنا وزير الصحة، ما خلينا جهة ما ناشدناها. ماكو ست، ماكو 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 الإذن كلها مسدودة. يعني ما اليوم النفط صار عليكم بقضاء القرن نقمة مو رحمة، والله العظيم لا نقمة. مستشفيات لا شفنا دور وزارة النفط، ما حركت ساكن وتعرف بهذا الملف يعني، وتزيد الأعداد بالإصابات. المفروض يكون تعاون مشترك ما بين وزارة الصحة والبيئة والنفط حتى يحلون هاي المشكلة. اليوم احنا عندنا نمو وتزايد سكاني، زين اكو تزايد باعداد الاصابات، زين هاي العالم شلون يعني؟ معقول لما تمكم؟ ترى يا ناس هاي ارواح بشر يعني، ناس لا تروح ببلاش. والله العظيم ايش ما يزيد الانتاج، ايش ما يزيد الانتاج يزيد الاصابات، ايش ما يزيد الانتاج. احنا مستمرين وياهم متابعة انه ايش ما جاي يزيد الانتاج يزيد الاصابات، وما راح يبقى عندنا بالقرنة اثر. يعني اشوف علاج، اجيب خبراء، اجيب ناس استورد من غير دول، اذا احنا ما عندنا عقول تحل هاي المشكله. ست الشركات الاجنبيه بالعقود مالتها لازم تجيب اجهزه الكشف المبكر حتى تخليها بالمناطق اللي قريبه عليها. زين احنا كشف مبكر ماكو، الانسان لما يسرطن وينوكل جسمه يلا يدري بيه، لما يطيح يلا يدري. احنا مو الناس اللي شمال البصره مو كلها عندها امكانيه، ناس فقره وناس تعبانه وكثره الناس بلا وظائف. زين وهذا ينصاب يظل يتحمل يتحمل لما ننتشر السرطان بجسمه، وبالتالي هو لما يوصل للموت يلا. فاحنا ناشد وزير الصحه وزير وبالذات وزير النفط انه يجيبون من الشركات الاجنبيه والمنافع الاجتماعيه اول شيء يجيبون علاجات ويبنون ردهات اورام. اثنين هسه ما نريد مستشفيات، ردها مال تورام، ردها مال تورام، ما نريد مستشفى. ست والمنافع الاجتماعيه جاي تروح سبيس وتبليط، انا اريدها تروح علاجات، انا علاجات ما عندي، ابره بالمستشفى ماكو. لا اذا اكو مستشفى يا مستشفى ما عندي. وجاي تروح المنافع الاجتماعيه الدوائر تروح للتربيه وتروح للزراعه وتروح ما ادري وين، هي المنافع الاجتماعيه انوجدت لان جاي تلوث، هي غير جاي تلوثني على مود اخذ منافعها انا. غير تجيب لي علاجات واجهزه مال كشف مبكر. انا شو اسوي؟ تروح للتربيه، تروح ترمم لي صف وتصبغ لي صف، شو تروح؟ تروح للبلديه وتروح للجوامع، ست منافع اجتماعيه جاي تروح للجوامع. الله وكيلك ومحمد كفيلك جاي تروح للجوامع. يرممون بها جوامع، منافع اجتماعيه تروح ترمم بها بجوامع. زين اليوم يعني صراحه ما نعرف ايش نحكي. يعني اليوم عندكم مثلا ادويه باقيه متوفره بالمستشفيات او مستشفيات والله حديثه؟ ستمار.
يعني حتى والله المنافع بدها العظيم تروح على ماكو، شغلات يعني مثلا انت كذاب انت السبيس كذاب اللي التبليط يطلع والتعداج ما عندك ما متوفر. عمي العالم بطلت، لا تريد علاجات، تبليط لا تريد علاجات ماكو، ماي لا تريد علاجات كهرباء، ماكو بطريقة. تريد حل مشكلتها، تريد علاج، تريد مستشفى، تريد يعني خضار متوفر، مساحات خضراء في سبيل نقضي على التلوث. يعني والله اليوم هي النفط هذا قضاء همه، قرنا صار والله نقمة ست مو هذا نعمة، همه. يمكن العالم يدعون يمكن يخلص النفط حتى في سبيل يحافظون على أعزازهم. ست والله العظيم، وراح نتواصل انا وياكم ان شاء الله ويا القناه، واراويكم الاماكن، وتطبون على صفحاتي. ما جاي اطالب بشغله خاصه ابد، جاي نطالب بحديقه، والحدائق عندنا القرنه موجوده اماكن حدائق ورايحه، ما يرضون يزرعوها. ليش؟ ما حد يدري، تطل مقاوله وتنبني اسيجه ونافورات، وبالتالي انه الحديقه ما تزرع بها ولا شجره، وعندي مقاطع موجوده عندي بصفحتي، حديقة تنصب وممرات كونكريت الدنيا، وبالتالي ما تنزرع ولا شتلة. ليش؟ ما حد يدري، ما جاي نفتهم القرنة شنو شنو بيها. تكلفهم زراعة الأشجار؟ ست والله ما تتكلف، والله العظيم ما تكلف، وعندنا فرق شعبية متطوعة جاي تزرع، وطب اودي لك مقطع، يعني زرعة الناس المتطوعة زرعت ما بيها الكفاية. هذا عندنا منطقة الشرش اللي هي منطقتي، زرعة وإيجار فريق أثر عندنا، يسمونه فريق أثر، نعم اللي اشتغل به ما به الكفاية، وشجر وذش الأشجار الحلوة، وتجي للبلدية ما زرعت لها شتلة. مثل عندنا حدائق قريبة بين الحقل وبين المنطقة، يا زرعوها على مود على الأقل تخفف لنا التلوث. ما حد جاي يزرع وما حد جاي يستجاب، وبالعكس جاي نتهدد، وجاي نتهدد عشائريا، وجاي نتهدد بتصفيه، وجاي نتهدد انه دعاوي، وما ندري ليش. ما نريد نفتهم السبب شنو، ما ندري والله العظيم. المشتكى لله، المشتكى لله، بس انه يوم نشق هدومنا والله العظيم ونطلع يمكن نسوان وزلم بالشوارع. يعني هو هذا حل برأيك؟ يعني العالم اللي تنتفض يلا يشوفوا لهم شو صورة نسوي؟ حل أو يوفروا لهم شو علاجات؟ نسوي ست؟ شو نسوي؟ يعني ما حد يلتفت للبشر اذا ما قام يشق هدومه ويطلع بالشارع. يعني هو هيك يردونه. ليش يردون يذلون هالشعب؟ ما ندري. ليش المذله؟ ليش؟ ليش الانسان من يجي يقول لكم بويا هاي حديقه اريد، يابا علاج ما عندي، يابا تعبت اصابات عندي صارت، ما حد جاي يستمع لك. اذا بالحكي ما حد يستمع لك، ومن تنشر يهددونك بالدعاوي. اذا معناتها الا تحفز الناس وتطلع، الا تحفز الناس وتطلع، شق هدومك تطلع بمظاهرات بالشارع، واشتد الشوارع. يعني وجاي وجود يصير العالم هم وصارت عندنا والناس وحده هم وثنيه وان تخاف، شاء الله يعني امشي. اللي يحكي يبتلي على عمره، يعني يتلقاها بدعوة ومن الصبح ياخذوه واهله يظلون يدورون عليه، يسكت يكتل القهر والمرض. العالم ترى هم حارت او احتمال ينقمع من والله يتظاهر ويطالب. زين شو يسوي المواطن والله بهيك هو حال؟ هذا جاي يصير ست، ما ندري. احنا نريد حل. جاي الناشد اسعد العيداني، والناشد رئيس الوزراء، وزير الصحه، ومدير الصحه. شنو الحلول وياكم؟ شنو تردونه؟ انتم شنو تردونه من عندنا؟ احنا وجه جاي رسالة نعين لمدير لكم الصحة. علاج. مدير الصحه، يا مدير الصحه، اول شيء انا مدير الصحه ما اوجه له الرساله، لان انا ما اريده ست، ما اريده. انا كافي الاجالي من عنده، والله العظيم كافي، احنا استكفينا من عنده. بس المناشده وزير الصحه مو المدير الصحه، مدير الصحه ما اريده، احنا كبصريين وكشمال البصره بالذات احنا ما اريده. تظل مناشدة الوزير الصحة، يا مدير الصحة، يا وزير الصحة، والله العلاجات والشيء تسمع بيه أنت اللي وصلوا لك جماعتك غلط وكذب. احنا علاجات ما عندنا، ومستشفيات ما عندنا، وردهات أورام ما عندنا، والمسافات بعيدة بين البصرة وبين شمال البصرة. والله العظيم تأذينا، والله العظيم تأذينا، وذمة برقبتكم. هاي الناس الجاي تموت، اللي يموت بالطريق، واللي يموت بالسرطان، واللي يموت باخطاء طبيه، بذمتك يا وزير الصحه، بذمتك. البصره كافيها تحملت ما تحملت من امراض سرطانيه واخطاء طبيه وعلاجات ماكو. هذا كله ما جاي يوصل لك، ما ادري التنايم قاعد، ما ندري ما ندري. فهاي الرساله يا رب توصل له، يا رب توصل له من خلالكم ست، يا ان وزير شاء الله الصحه احنا نتامل عسى ولعل انه رسالتك توصل للجهات المعنيه وتحديدا وزير الصحه، وايضا رساله لوزير النفط وايضا وزير البيئه بايجاد الحلول للبصره وانقاذ البشر اللي عايشين بقضاء القرنه واغلب
مناطق البصرة. وجود الصافي المواطن من محافظة البصرة، شكرا جزيلا لك وشكرا انضمامك يوم ويانا، اكيد نورتنا، تحياتنا لك. شكرا لكم ست، شكرا لكم، اهلا وسهلا، تحياتنا. حياكم الله. وصلنا لكم مشاهدينا الى ختام حلقتنا، قبل الختام اكيد حق الرد مكفول، وغايتنا ايصال كافة الرسائل والمناشدات اللي تردنا الى البرنامج. الى اللقاء.